الفنان محمد رمضان بمجرد ما بيظهر في أي مكان بيعمل حالة كبيرة من القلق، وده اللي حصل في عرض فيلمه الجديد عالزيرو، واللي بمجرد ما ظهر للجمهور جريوا عليه عشان يتصوروا ويحتفلوا معاه بنجاح الفيلم. بالرغم من حالة القلق اللي بيعملها رمضان في أي تواجد ليه في وسط الجمهور، إلا أن الجمهور بيحبه وبيحب يظهر معاه في أي فرصة. جمهور رمضان استناه قدام دور العرض اللي اتعرض فيها فيلم عالزيرو، وكان لأول مرة، وكانوا رافعين بوسترات لصورته، وأول ما شافوه جريوا عليه علشان ياخدوا صورة معاه، لدرجة ان الجردات ما كانوش عارفين يخلصوا رمضان من الجمهور. بس رمضان عمره ما اتضايق ولا تعصب على جمهوره اللي بيعتبرهم دايما اهله، ولما شاف واحدة من المعجبين بتبكي علشان تتصور معاه قرر على طول ان هو يروح لحد عندها ويحقق لها طلبها. رمضان بعد ما حضر العرض الخاص لفيلم عالزيرو، صناع الفيلم قرروا ان هم يعقدوا مؤتمر صحفي، وحضر المؤتمر عدد كبير من ابطال الفيلم، ومنهم الفنانة جمانة مراد، اسلام نبيل، والطفل منذر مهران، والمنتج جمال العدل، والمؤلف مدحت العدل، والمخرج مندو العدل. والمؤتمر كان تحت ادارة الصحفي والناقد مصطفى الكيلاني. محمد رمضان بدأ حديثه في المؤتمر ورحب بكل الصحفيين اللي كانوا موجودين، وشكر كمان الاستاذ جمال العدل على فكرة المؤتمر الصحفي، وقال ان هي فكرة جديدة من نوعها علشان احنا بنؤمن بدور الصحافة. وقال كمان من وجهة نظري ان العرض الخاص هيقام من اجل اصحاب الرأي، والصحافة دورها الحقيقي ان هي الضمير الفني للفنان. رمضان اتكلم عن فيلم الزيرو وقال هو فيلم ما كنتش اقدر ارفضه لانه من تأليف الدكتور مدحت العدل واخراج مندو العدل وانتاج كمان جمال العدل، وكل فريق العمل بفتخر بالشغل معاه زي النجمة نيلي كريم والنجمة جمانة مراد وباقي فريق العمل. كمان قال انا طول الوقت بحاول اتغير وحريص على التنوع في اعمالي، لان الفنان الناجح يقدر يقدم الاكشن وغيره من الانواع الفنية. ولما تسأل رمضان في المؤتمر عن سبب لقب نمبر 1 واللي اطلقه على نفسه وسر اصراره عليه، قال ان نمبر 1 كانت صرخة لازم اقولها بعد ما حاولوا ان هم يقللوا من نجاحي ايام مسلسل الاسطورة، ووقتها استفزوني وكان لازم ارد وكنت صغير، لكن انا النهاردة 34 سنة وكنت هعمل رد مختلف. المنتج جمال العدل كمان اتكلم في المؤتمر واشاد جدا بمحمد رمضان وقال محمد رمضان نجم كبير وقماشته عريضة جدا ونقلته لفيلم انساني بيعتبر جزء صغير من امكانياته. كمان قال ان اللي جاي هيكون نقلة كبيرة لرمضان، وقال كمان ان محمد رمضان يقدر يضيف النجاح لأي عمل ويستحق التواجد في فيلم عالزيرو، وقال إن محمد رمضان من اكتشافاتنا وإنه سوبر ستار وشبهنا كلنا. أما بقى المؤلف مدحت العدل لما اتكلم عن رمضان في المؤتمر فقال لو اتسألنا ليه محمد رمضان نمبر 1 ونجم كبير، الإجابة هي إن محمد رمضان شبه كل الناس في العالم العربي، وإن البطل في فيلم عالزيرو وحمزة، واللي بيجسد شخصيته محمد رمضان وهو بيحاول يعيش حياة كريمة، وإن حمزة شخصية حقيقية موجودة في العالم العربي وهو شخصية كلنا حبيناها واتفقنا على ان محمد رمضان هو روح الشعب ده. فيلم عالزيرو هو بطولة محمد رمضان، نيلي كريمة، جمانة مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، اسلام ابراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل واخراج محمد العدل ومن انتاج شركة العدل جروب.